هل يوجد حديث في معناه عند المشاجرات بين الناس أن نقول سبع مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتأتي المشاجرة مرة واحدة؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتراءى أحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته وأحمر أنفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قال أنا ذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد، لكن الرجل لم يمتثل قال أبي يا جنون